السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، أهلا بيكم، أهلا بيكم النهاردة في قصتنا الجديدة القيصر. هي دي أول قصة بعد ما قمت بالعملية، والحمد لله بفضل من الله عز وجل ودعواتكم معانا، وأشكر كل واحد شاركني الأمر ولو بتعليق، وطبعا شكر خاص للناس اللي جولي البيت جزاهم الله خيرا، وأتمنى ان العودة تكون محمودة ويكون القصة ان شاء الله تنول اعجابكم. اسيبكم مع القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله قصتنا زي ما قلنا قصة القيصر. قصتنا النهاردة بتتكلم عن الحاج حميد، لكن قبل ما نبدأ أفكركم الاشتراك في القناة زائد تفعيل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد، وما تنساش تدي لايك على الفيديو، وأتمنى لو كان في رأي عندك حط لنا رأيك تحت في الكومنت، ولو في عندك قصة جديدة فكرة جديدة ابعتها لنا، وحيكون لينا شرف ان احنا نذكر اسم اللي قال لنا القصة ونقول انها قصته ونبدأ قصتنا. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا ابني، تعال. ايه يا حاج، ايه اخبارك واخبار البحر معاكو؟ الحمد لله يا ابني. هو يا حاج ايه اللي حصل لك دوت يا حاج؟ انا سمعت كده ان في حاجات غريبه بتحصل عندك يا ابني. ما تشغلش بالك، البيوت مليانه اسرار. لا يا حاج انت كده شوقتين اكتر. في ايه؟ انت عارف ان انا بحبك. شوف يا محسن يا ابني، انا عشان احكي لك هنرجع بالزمن حوالي 18 سنة. يا حاج 18 سنة؟ ايوه يا ابني 18 سنة. ازاي يعني يا حاج؟ انا هقول لك يا ابني. تعرف يا ابني ان انا دلوقتي شيخ الصيادين. ايوه يا حاج، ومشهود لك في ابو قير كلها. عشت يا ابني عشت. المهم يا ابني، من 18 سنة كنت شغال على مركب صياد زي باقي الصيادين، واحنا في عرض البحر اتفاجئنا ولقينا بعيد عننا جوه في عرض البحر حاجة كده سودة لدرجة اننا ما كناش شايفينها بعنينا. قعدنا نبص عليها وقربنا بالمركب وكلنا جالنا ذهول. جالنا ذهول لما لقينا الحاجة السودة دي عيل صغير، عيل في طوب من الاطواق بتاعت اللي بيعملوها في المصايف. قلنا اكيد الموج خده من اهله، وخاصة ان احنا قصاد المصايف. بس قصاد المصايف، احنا بعيد عن المصايف بيام. طلعنا الواد من البحر، واول ما طلعناه الواد كان شكله جميل، انا حبيته من اول ما شفته، وقلت له وهو كان عمال بيعيط وانا طبطب عليه وقلت له تعال يا حبيبي ما تخافش، تعال. انت اسمك ايه؟
الواد في الاول ما كانش راضي يرد علي، حد ما طبطبت عليه وخليته بطل عيار. وبعدين وانا بسأله وبقول له انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انا اسمي علي. طيب يا علي انت تعرف ابوك يا ابني؟ لا. ازاي يا ابني؟ انت جاي منين؟ انا كنت بلعب مع اخواتي وما اعرفش رحت فين. طيب خدته في حضني وقعدنا نلف على الشواطئ بالمركب، ونزلت بالفلوكة وبقيت اقرب من الشواطئ واسأل الناس الواد ده ابن حد يا ناس؟ محدش يرد علي. اروح الشاطئ التاني والتالت، لفيت المعمور ان الاقي حد، ما لقيتش. ولفيت ابو ايه كل الشواطئ اللي على المتوسط لفتها، ما لقيتش حد عارف. قلت ما هو مش معقول يعني يكون جاي من البر التاني من البحر، وخاصة انه بيتكلم زينا الناحية التانية. انت عارف يا ابني ان هما مش بيتكلموا يعني اللغة بتاعتنا. خدت علي، ومن يومها وانا كانت مراتي في الوقت ده ما بتخلفش، او بمعنى صح ما كانش ربنا رزقنا بعيال. خدت علي وفرحت بيه، وخدت ابني وبقى معايا في الرايحة والجاية، والناس عشان الحمد لله يعني بيحبوني ما بقوش يزعلوه. وبقى علي هو المدلل عالشط وفي المراكب وفي البيت، وكان بيعمل حركات كده. بصراحة احنا قلنا ده عيل صغير يعني. مثلا في يوم كان معانا في المركب، ببص حوالي على سطح المركب ادور على علي مش لاقي علي، الف يمين شمال مش لاقيه، لحد ما نزلت بطن المركب ببص لقيته قاعد في حته وماسك حديده وعمال يكسر فيها. انت بتعمل ايه يا علي؟ انا بلعب، عاوز اجيب ميه من الحته دي. ميه ايه يا ابني؟ انت هتغرق المركب كده. ما تخافش يا عم انا هطلعك. انا قلت في الاول دي دماغ عيل فما شغلتش بالي، خدته وقعدنا نضحك. طبعا بعد ما بصينا على المكان اللي هو كان بيخبط فيه ولقيناه فعلا كان في حاجات كده حصلت فيه وعملناها. ومرت الايام وبدأ علي يكبر، دخلته المدارس، لكن كان كل ما يروح المدرسة كان يا اما يجي لي مضروب يا يجي ضارب. انا قلت دي شقاوة عيال، حد ما جيت في يوم ولقيت واحد من ابو التلامذة زمايله جالي على القهوة. السلام عليكم يا معلم حميدو. وعليكم السلام، اتفضل. شوف يا معلم حميد، الله الله على الجد. والجد الله الله عليه. في ايه يا معلم؟ حاجة حصلت ولا ايه؟ ايوه يا معلم، لما علي ابنك يبقى بيلعب مع ابني ماشي، يضربوا بعض ولهم عيال، لكن لما علي ابنك يمسك ابني ويبقى عايز يذبحه ويطلعوه من تحت ايده بالعافية ويعوره في رقبته بالسكينة اللي كانت معاه، الكلام ده ما ينفعش يا معلم.
لا طبعا ما ينفعش، علي ابني عمل كده؟ ايوه. لا ليك عندي الحق، واللي انت عايزه نشوف حكمك وانا تحت امرك، اما ابني انا هربيه. الحق وصل يا معلم، انا حبيت اقولك وانا عارف ان انت راجل بتحب الحق ومش هتسيب الحق يضيع. سلام عليكم. لا والمرسي ابو العباس، لا تقعد وتشرب معايا شاي قبل ما تمشي. وقعدت الراجل ورضيته، وبعد ما الراجل ما مشي انا قمت وانا جسمي مولع نار، جريت على البيت ومسكت الواد. واد يا علي. ايوه يابا. خد ياد. حاضر. انت عملت ايه في المدرسه النهارده يا واد؟ ما عملتش حاجه. السكينه اللي كانت معاك فين؟ سكينه؟ سكينه ايه؟ سكينه ايه اللي كنت هتموت بيها ابن المعلم سردينا يا واد؟ ما كانش معايا سكاكين. امال يعني المعلم سردينا هيكذب عليك انت؟ ما اعرفش حاجه عن انت بتقوله يابا. بقيت هتجنن، رحت ماسك الواد ورحت ماسك شنطة الكتب بتاعته وهدومه ودلابه والأوضة، قلبت ده كله عشان الاقي سكاكين، ملقتش. وبرضه مسكته وضربته وقلت له إياك تجيلي شكوى منك تاني. وبعد فترة قابلت المعلم سردين ولقيته بيقول لي: السلام عليكم يا معلم حميد. عليكم السلام يا معلم سردين، اتفضل. حصل حاجة تاني من الواد؟ لا يا معلم. طيب الحمد لله. هو ما حصلش منه حاجة مع أولاد. طيب فضل ونعم. لكن بيحصل منه حاجات غريبة عيالي بيحكولي عنها. حاجات زي ايه؟ بيقولوا ان هو بينزل الحمام بتاع المدرسة ويقفل على نفسه ويسمعوه هو بيتكلم مع حد، لدرجة ان هما افتكروا ان في عفاريت جوه ولا حاجة. يبقى شوف الحكاية دي مع ابنك، هو ليكون الواد عايز يروح لحكيم. طيب يا معلم سردين الله يبارك، هشوفه. حاضر. في الوقت ده يا ابني انا بعد ما لقيت علي بسنة ربنا رزقني بزي، يعني كان هو اصغر من علي بحوالي 3 سنين، فكان علي في المدرسة وسيد برضه في المدرسة، فانا خدت سيد كده على جنب وقلت اسأله واعرف منه كده ايه اللي علي بيعمله. وادي يا سيد. نعم يابا. وادي يا واد. حاضر. هو يا واد اخوك علي سلوكه ايه كده معاكو في المدرسة؟ كويس يابا، مفيش حاجة. يعني ما بيتخانقش، ما بيعملش حاجات غريبة؟ لا ياك. وبالك ياك بتقولها مدندن كده، انت تعرف ايه ومش عايز تقولي؟ ما فيش يابا. انت هتقولي ولا طلع عينك؟ هيضربني يابا. هيضربك؟ هو في ايه بالظبط؟ يضربك ليه يالا؟ هو في ايه؟ اصله يابا، اصله ما تنطق يا، روح اندهله من على الامه وتعالالي. راح جابه ورجع، واول ما الاتنين ما جم وقفتهم قدامي. بقى انت يا علي بقى مخوف اخوك عشان ما يقوليش حاجه. حاجه؟ حاجه زي ايه ياب؟ حاجه زي ايه؟ انت بتقعد تتخانق في المدرسه وبتخش الحمام وتعمل حاجات غريبه وتقعد تقول كلام في الحمام وحد بيكلمك، كل ده وما بتعملش حاجه؟ لا ما بعملش الكلام ده. بيعمل ولا ما بيعملش يا سيد؟ ما بيعملش. انت ياض اضربك. بيعمل. ها يا علي هتكذب برضه وتقول ما بعملش؟ ايوه ما بعملش. طب يعني اقولك ايه، لما الناس شافوك وجم قالولي واخوك اهو بيقول ان انت بتعمل وانت بتقول لا، انت يا ابن عيان يعني اوديك لحكيم مثلا؟ قولي لو انت عيان وبتعمل الحاجات دي وما انتش عارف بتعمل ايه اوديك لحكيم، انت بتحس بحاجة؟ لا يابا. قعدت اساله كتير هو واخوه ما وصلتش لحاجه،
لكن اللي عرفته من اخوه ومن كلام اخوه ان علي لما بيروح المدرسة بيبقى عادي، لكن في وقت معين علي بيختلف تمام. علي شكله بيتغير، يعني بمعنى اصح بيبقى عصبي وبيبقى كله شر وبيعمل حاجات، لكن بعد كده كأنه ما عملش حاجة وما بيبقاش فاكر هو عمل ايه. فانا قلت بس اللي عند الواد ده مرض، خدته ورحت للحكيم، رحت للاسبيتاليا اللي في المعمور، وهناك كشفوا عليه وعملوا له كده شوية تحاليل، لكن الدكتور هناك قال لي ابنك سليم ما فيهوش حاجة. رجعت بيهم تاني وانا مش عارف فيه ايه، وعدت الايام يا ابني، وبعد فترة كنت في عرض البحر وكنا في اجازة المدارس، وانا في اجازة المدارس باخد الاتنين معايا سيد وعلي، اهم يبقوا معايا في عرض البحر، منهم ونس ومنهم اهم يتعلموا، يمكن واحد منهم لما يكبروا يبقى واخد مكاني. وانا كنت في الوقت ده خلاص بقيت شيخ الصيادين، وبقت معايا المهرة، المركب الكبير بتاعتي اللي بقيت انزل فيها، بقيت انا في المقصورة بتاعت المركب، والصيادين اللي معايا هم شغالين وهم معاهم. وفي يوم واحنا في عرض البحر واحنا كنا بننزل يا ابني، وانت عارف احنا بننزل ممكن نقعد بالشهر في المية، واحنا في عرض البحر وتقريبا قريبين من المكان اللي لقينا فيه علي، لقيت الواد حمامة جاي يجري. يا ريس حميدو، يا ريس حميدو. مالك يا واد يا حمامة؟ تعالى تعالى على السطح بسرعة. في ايه يا علا؟ ابنك بيعمل حاجات غريبة. ابني؟ انا سمعت الكلمة جريت وطلعت على السطح، لقيت علي واقف على اول المركب، لكن مش واقف على سطح المركب، واقف على العمود اللي قدام خالص، واقف وباصص على الميه وكأنه باصص على شخص بيكلمه تحت، وعمال بيتكلم وكأن في حد بيرد عليه، احنا مش سامعين اللي بيكلمه، لكن هو كان بيتكلم ويستنى الرد ويتكلم تاني، واللي فهمته انه بيقول له ايه اخبار المملكة، يقول الجملة دي وكأن في حد تحت بيرد عليه وبيقول له سلمني على السلطان. بيكلم مين ده انا معرفش، وفجأة قعد يتكلم معاه وقال له هنتقابل بكرة. بعد ما قال له الجملة دي رجع تاني ووقف في وسطنا وبقى طبيعي جدا، ولما سألته ايه اللي انت كنت بتعمله قال لي انا عملت كده. ياد ده انت كنت واقف على الساري قدامي يا ابني. ساري ايه ده؟ انا بخاف اروح ناحيته. ياد انت مش كنت واقف على قمة المركب ياد؟ لا. الواد ده هيجنني. قعدنا في المدة دي او في المنطقة دي حوالي 4 ايام، وكل يوم يحصل نفس الموقف، وفي اخر يوم وقف ومد ايده في المية وهو فوق الساري اللي في قمة المركب، وراح جايب صدف. طلعت له ازاي دي اصلا في وش المية ما اعرفش، لكنه مسك الصدفة وفتحها وكان فيها لؤلؤة، لكن لؤلؤة كانت اعجب لؤلؤة اشوفها في حياتي. اللؤلؤ دايما بيبقى يا ابيض يا اسود، اللؤلؤة دي كان لونها رباعي، كان فيها ابيض واسود وفضي وذهبي. اول لؤلؤة في حياتي اشوفها بالشكل ده. مسك اللؤلؤة في ايديه ورمى الصدفة في المية ورجع، لكن مجرد ما رجع
حط اللؤلؤة على ايده، لقينا اللؤلؤة طلع منها ضوء احمر، وفي اللحظة دي البحر هاد والموج علي والمطر قال خد عندك. قعدنا ساعتين على ما لمينا المركب، وبدأت الدنيا تهدى، وبصيت على علي لقيته قاعد في الكابين على الأرض في جنب. نداتله خد يا علي. نعم يابا. فين يا ابني اللؤلؤة اللي كانت معاك؟ لؤلؤة ايه؟ يا ابني اللي كانت في ايدك قبل الدنيا ما تهيك كده. لؤلؤة كانت في ايد انا؟ انت هتجنني. كان واقف في الوقت ده سيد والولا حمامة، وكان واقف كمان شبانة الصياد. شبانة رد عليه وقال له ايه يا علي اللؤلؤة اللي كانت في ايديك؟ رد عليه علي وقال له والله مش معايا، ما اعرفش عنها حاجة. رد سيد اخوه عليه وقال له انا شايفينها في ايديك. ورد حمامة برضه وقال له يا جدع انت هتستعمارة؟ يا ابني انت هتجننا كلنا يا ابني، اللؤلؤة كانت في ايدك واحنا شايفينها احنا كلنا. والله ما اعرف حاجة عنها. وريني جيوبك يا ابني وريني جيوبك. قعدت فتشته ما لقيناش معاه حاجة وروحنا. لكن بعد ما روحنا بدأت المشاكل الحقيقية. بدأت الاقي في البيت ورق محروق ومرمي في الجناب، وبدأت مراتي كده يحصل لها حاجات غريبة، تصرخ بالليل وتجري، يحصل ان هي تبقى فجأة كده زي كأنها شافت حاجة مرعبة وتخاف وتجري تروح داخلة جوه، او في لو هي جوه تطلع بره. بقت حاجات غريبة تحصل حد ما في يوم كانت بداية المصايب. مراتي رمت نفسها من الدور التاني، لكن لما رمت نفسها مكانتش رمية نفسها عادي، كانت مولعة على ما الناس لحقوها لان انا ما كنتش موجود، وجريوا بيها كان السر الالهي طلع وماتت. ولما قعدت اسأل ولادي محدش فيهم عارف هي ماتت ازاي، لكن اللي بيستغرب له ان سيد كان بيبص لعلي بصات كده غريبة، ممكن بصة تقول انه خايف منه، ممكن بصة تقول انه عايز يقول انه هو ده السبب، ما تعرفش. حد ما جيت في يوم وانا قاعد على القهوة لقيت سيد جاي لي. تعال يا سيد. السلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام يا حبيبي. تعال تعال. لا يا بابا لو فاضي ممكن عايزك شوية كده على البحر. في حاجة يا ابني ولا ايه؟ كلمتين كده يا بابا. حاضر يا حبيبي. قمت خدت سيد وتمشينا، طلعنا عند البحر بين المراكب، واحنا هناك وبدأ سيد يحكي ويقول لي يابا انا عارف ان انا كده كده ميت. ليه يا ابني بتقول كده؟ مش هيسيبني غير لما يموتني زي ما موت امي. مين يا ابني اللي موت امك؟ ما تقول لي يا ابني. يعني ما انتش عارف يابا. يا ابني وانا عارف وحسيب الدنيا كده. يا ابني قول لي لو في حاجه. علي يابا. على اخوك يابا؟ ده مش اخويا ده شيطان ده ولا حاجه غريبه ده يابا؟ ازاي يا ابني؟ احكي لي. طب في ايه اللي بيحصل يابا؟ احنا بنلاقيه شكله اتغير وملامحه اتغيرت وبيعمل فينا حاجات غريبه، احنا مش قادرين نستحمل خلاص. ازاي يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ طب الكلام ده من امتى؟ من زمان. يعني على كده بقى اللي كان بيقوله معلم سردينه والناس اللي كانوا بيشكولي منه كان صح؟
ايوه يابا. طيب يا ابني، عارف يابا اللؤلؤة اللي كانت اختفت منه في البحر؟ يا ابني فاكرها، ليها حاجة هي كمان اللؤلؤة دي معاه. معاه؟ يا ابني انا مش مفتشه قدامكم، ما كانتش موجودة. يابا اللؤلؤة دي الخادم بتاعه من الجن. الخادم؟ انت شفت ازاي ولا عرفت ازاي؟ يابا انا شفت كتير. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب تعال معايا. خدت سيد ابني ورحت على البيت ودخلت. مجرد ما دخلت البيت انا مش لاقي علي. علي مش موجود في البيت كله. قعدت ادور فوق وتحت، يمين شمال. فجأة سمعت صوت فوق السطح. طلعت جري على فوق، لقيت علي واقف. ومجرد ما شافني ضحك حتة ضحكة. انا قلبي وقع في رجلي، لان لقيت علي ابني ولا اللي هو مش ابني ولا اللي هو انا مربيه. لقيته فجأة بقى حوالي 4 اضعاف حجمه، وليه قرنين وليه ديل، وعلى فكرة كان من غير هدوم. لكن من كتر الشعر اللي في جسمه انا مش شايف غير عضلات ووش اقبح ما يكون. ولقيته بيقول لي انت جيت يا حميدة. علي انت ايه اللي عمل فيك كده؟ عمل فيا ايه؟ انا دي حقيقتي. هو انت لحد دلوقتي مش عايز تعرف انا مين؟ انا القيصر. الضحكة بتاعته دي خلتني اغمى عليا من قوتها، لاني انا فوقت لقيت نفسي على البحر لوحدي. جريت على البيت، البيت فحم، بيت ولع، ولقيت صادين تلموا حواليا وقعدوا اللي يقول لي ربنا يخلف عليك وقولوا لي الباقي في حياتك. قعدت اسالهم مين اللي مات؟ قال لي ولادك الاتنين. انا قلت يبقى اكيد هو ولع في البيت، لكن مين التاني؟ طب ابني اللي مات سيد، هو مش معقول علي يكون موت نفسه، او اللي هو القيصر ده موت نفسه. طيب مين التاني؟ انا ما كنتش عارف. عدت الايام ورضيت باللي حصل لي، خدت بيت تاني صغير وعشت فيه. والبيت يا ابني زي ما انت ما عارف، زي ما هو مولع، زي ما هو سايبه من كتر الولعة بقى شبح الليل. الناس بقت تخاف تعدي من جنبه أصلا. وشفت أنا مكان تاني، لكن الموضوع موقفش لحد كده. مال حاجة حصلت تاني يا حاج حميدو؟ أيوة يا محسن يا ابني. ايه اللي حصل تاني؟ القيصر يا ابني ماله؟ ما بقاش يسيبني في حالي. القيصر بقى معايا في كل حتة. طب ما نشوف لك اي حد يعالج الموضوع ده. يعالج؟ حاولت يا ابني ومفيش فايدة. طب يعني ايه الحل يعني؟ مش عارف يا ابني،
لو في ايدك الحل تعال معايا ونشوف هتعمل فيه ايه. هاجي معاك فين؟ المركب في عرض البحر. وفعلا رحت مع المعلم حميدو على عرض البحر، واحنا في عرض البحر معلم حميدو واقف وكان باصص قدام في الطريق اللي ماشيه فيه المركب، واحنا ماشيين ويدوب الليل دخل انا اتفاجئت ان كل المركبية اللي معايا اللي في المركب بما فيهم الحاج حميد طلع لهم دي. وقرون انا استغربت، حاج حميدو يا حاج حميدو، لفلي ولقيته بيقول لي ايه يا محسن، هو انت برضو لسه فاكر الحاج حميدو عايش؟ ايه حاج حميدو مش عايش ازاي؟ الجثه التانيه اللي لقوها كانت مين يا ابني؟ يا يعني الجثه التانيه دي كانت الحاج حميدو، بس دول كانوا بيقولوا اطفال. يقولوا اطفال يقولوا. امال انت مين؟ انا القيصر. وهنا تنتهي حلقتنا النهارده وقصتنا النهارده. اتمنى تكون عجبتكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه زائد تفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد في القناه، ونعمل لايك للفيديو لو عجبكم، ولو في حد عنده فكره جديده قصه جديده يبعتها لنا. السلام عليكم.